اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أول خطوة في تصميم بيتك، ووضحنا أهمية إنك تركز أوي هتستخدم بيتك إزاي، وإيه القطع اللي هتحتاجها، وأهمية إنك تعمل بلان بالكلام ده عشان ما تشتريش حاجات في الآخر تتحول لكراكيب. تاني خطوة المفروض نعملها قبل ما نشتري أي حاجة هي تحديد الستايل. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، لو أنت جديد هنا معانا خليني أعرفك بنفسي سريعا. أنا محمد قماح، مهندس معماري وإنتيريو ديزاينر، وده قماح ديزاينز. من اكبر المشاكل اللي بنواجهها اليومين دول ان اغلب الناس وحتى كتير من الانتيريور ديزاينرز حاصرين الستايلز في كلمتين، مودرن وكلاسيك، وساعات بيخش فيه ستايل تاني بيسموه نيو كلاسيك. وفي الحقيقه ده اختصار ظالم جدا جدا للموضوع. اولا حابب اوضح كونفيوجن حاصل بسبب كلمه مودرن، ودي من الكلمات اللي بتستخدم استخدام خاطئ جدا في المجال بتاعنا، ودايما بيحصل خلط بين كلمه مودرن وكلمه كونتمبوري. على الرغم من ان الستايل اسمه مودرن الا انه ظهر في النص الاول من القرن العشرين، كان بيتميز بالخامات الطبيعيه والالوان المحايده والقضاء على التفاصيل الغير ضروريه. لو فكرت في اللي كان بيحصل في العالم في الوقت ده هتلاقي سباق صعود للفضاء وافكار وتخيل لشكل المستقبل. وبالنسبه للفرنتشر هتلاقي بيغلب عليها الخطوط المستقيمه وانعدام الزوايا الحادة، مش هتلاقي فيها كمان زخرفة، وغالبا القماش بتاعها بيكون لون واحد او لونين، وغالبا ما فيهاش باتر. الكونتمبوري هو الستايل المعاصر، هو بيعكس الفتره الحاليه. والفرق الاساسي بين المودرن والكونتمبوري ان المودرن تصميم بيعكس فتره زمنيه حصلت وخلصت وكان ليها قوانينها وظروفها ساعتها، اما الكونتمبوري فهو مرن اكتر وبيتطور باستمرار. الكونتمبوري حاليا بيتميز بانه مساحته مفتوحه، في خطوط مستقيمه وخطوط منحنيه، وكمان هتلاقي لمسه مش قليله من المينيماليزم. الخامات هتلاقي فيها معدن وازاز، والالوان بيغلب عليها الابيض والاسود ودرجات الجري. الاسكندنافيان هو واحد من الستايلز العظيمه جدا اللي انا شخصيا بحبها، والالهام فيه مستمد من البيئه بتاعته اللي هي البيئه الشماليه. هتلاقيه واخد كتير جدا من الستايل المودرن، بس مع فصول الشتاء الطويله ودرجات الحراره المنخفضه كان لازم يتم توفير اقصى درجات الراحه في البيوت، والحوائط كان يغلب عليها اللون الابيض عشان تعكس اكبر قدر من الاضاءه، والارضيات بتاعت الستايل ده غالبا بتبقى ارضيات خشبيه. لما بتفكر في الاسكندنافيان بتشوف اضاءه وهواء وطبيعه، والطبيعه من اهم العناصر اللي بنشوفها في الستايل ده، وبنشوفها عن طريق استخدام الخشب والنباتات والصوف والفرو. بعد كده هنتكلم عن الاندستريال ستايل. على قد ما الاندستريال ستايل بقى مستخدم كتير جدا دلوقتي في الوقت الحالي، الا انه ليه ماضي ومستوحى من المصانع اللي اتبنت في اواخر القرن 19 واوائل القرن العشرين. ومع مرور الوقت وتغير اماكن العمل اتحولت المباني المهجوره دي لمباني سكنيه، وكانت البدايه اللي انتجت ستايل جميل جدا كلنا بنشوفه دلوقتي. الاندستريال ستايل هتلاقي فيه المواسير المكشوفه وخامات زي الطوب والحديد والازاز والجلد، والخرسانات كمان من الحاجات اللي بتدي طابع مميز جدا للستايل ده. في الستايل ده سهل جدا تلاقي ابليك معمول من مواسير، او تلاقي ترابيزه قهوه فيها عجل مصانع. مش لازم تعيش على الشاطئ عشان تستمتع بالستايل الساحلي. في الستايل ده هتلاقي الطبيعه غالبه على التصميم، بس بطريقه الكوستل ستايل. يعني هتلاقي الالوان زي الابيض والبيج مقتبسه من الرمل، وهتلاقي لمسات من الازرق مقتبسه من ميه البحر، والبيوت بالتصميم الساحلي دايما بتحس ان هي مشرقه وهواها منعش، وده بيبقى مقصود عشان ما تحسش ان في فرق بين بره وجوه. عشان كده بنقلل جدا من استخدام الستاير، او بتبقى من قماش خفيف. اكيد شكل القماش الخفيف وهو بيتحرك مع الرياح بيحسسك فعلا بالاجواء الساحليه. الترديشنال ستايل هو واحد من اشهر الستايلز في الانتيريو ديزاين، ممكن الناس تميل ان هي تبعد عنه خوفا من ان هو ممكن يكون ممل، بس خلينا نقول ان هو مع شويه التحف والاكسسوارات غالبا بيبقى ابعد ما يكون عن المبنى. زي ما واضح من الاسم، الستايل تراديشنال مستوحى من التقاليد، هو ستايل قديم بياخد لمساته من القرن 18 و19، بيدمج الفن الكلاسيكي والتحف والاساس مع التاريخ. تصميم هدفه التناسق وانشاء مساحه هاديه ومنظمه، عشان كده بتكون الالوان والمفروشات متناسقه ومتوافقه مع بعضها، وكل حاجه بتكون ماشيه في نفس الاتجاه. ونظرا لانه مستوحى الى حد كبير من انجلترا واوروبا في القرنين 18 19، هتلاقي تأثير ملكي كبير في الأساس. قطع الأساس هتكون تقيلة ومزخرفة. الترانزيشنال ستايل هو ببساطه مزيج من الماضي والحاضر. التداخل ده بيدينا حريه مطلقه في استخدام قطع الديكور لعمل تصميم متماسك، والاهم من ده ان هو بيسمح لك تضيف عناصر من الكونتمبوري ستايل اللي هو بيتطور باستمرار. يعني الترانزيشنال ستايل هو كمان بيتغير باستمرار، وده اللي خلاه برز جدا في الفتره بتاعه الخمسينات من القرن اللي فات كرد فعل على المودرن ستايل اللي برز بقوه قوي في الوقت ده. الترانزيشنال ستايل كان مخرج للناس اللي بتدور على الفخامه والراحه.
اقول لك على حاجه تساعدك في اتخاذ القرار في موضوع الستايلز، وده اللي بنعمله مع العملاء. ابدا في الاول تجمع صور من على بنترست مثلا لبيوت انت مرتاح انك تعيش فيها، وبعدين تبدا تشوف الصور دي بتميل لايه. هل بتميل للاسكندنافيان ستايل، ترانزيشنال ستايل؟ تبدا تشوف انت مرتاح ليه. بعد ما تخلص تتاكد ان الصور دي فعلا بتعبر عنك وان هو ده البيت اللي بتتمنى تعيش فيه وهيوفر لك الراحه النفسيه، عشان في النهايه هي دي الحاجه اللي كلنا بندور عليها. لو عجبك الفيديو ده واستفدت منه حاجه يا ريت تدوس لايك وسبسكرايب وتشغل النوتيفيكيشنز عشان اول ما انزل فيديو اليوتيوب يقول لك على طول. سلام.